الخطوة اللي بعد كده ايه بقى؟ ايه الليبيا الريج دي تقريبا بعد ما خلصنا القطع هيبقى معانا السنة. لو طلعت بمنظر جميل هتساعدنا جدا في الخطوات الفينشينج والباقي. تمام، الخطوة اللي بعد كده بقى حلوة يعني جدا، او احنا نركز عليها، اللي هي الليبيا الريج. ايه هو الليبيا الريج؟ احنا هنيجي نبص في الناحيتين، اللينجوال والليبيا. هنحدد بقى الليبيا واللينجوال من الخطوة دي. تمام يا جماعة، احنا لسه حددنا ميزيال وديستال عن طريق السلوب. انتوا هنا شايفين ان السلوب بتاع او النقطة دي او كريستو كيرفيتشر ده عالي، او الكونتاكت اريا عالية من هنا، نعرف ان ده ميزيال. اما من هنا دي واطية، نعرف ان ده ايه؟ ديستال. اما نقطة الليبيا هنحددها من ايه؟ من النقطة دي. اول حاجة هنقوم جايين من عند النقطة اللي احنا عاملينها هنا، هو من اخر الكراون، هناخد ملي ونطلع بيه لحد القاز بتب. شايفين انا عملت ايه؟ ناخد ملي ونطلع بيه لحد القاز بتب. انا حددت ان المنطقة دي الليبيا، فعشان كده انا عملت الايه؟ النقطة دي. هاخد ملي من الجنب واطلع بيه لحد القاز بتب، انا باخد الوجه الافضل ليا. تمام يا جماعة، نفس الموضوع الناحية التانية، باخد من حد الكراون هنا، ما باخدش من تحت خالص، لا ملهاش علاقة، باخد من فوق من كده من الكراون ملي واطلع لحد القاز تب. هاجي بقى اقوم جاي في الوسط، اقوم ماشي من عند القاز بتب لحد تحت مستقيم كده في الوسط خالص، هعمل خط يوصل لحد كريستوف كيرفيتشر. تمام يا جماعة، هيجي عندنا، هيطلع عندنا مثلث. المثلث ده هشيله ايوه اهو، هشيله كده خالص لحد ما اوصل للخط اللي انا عامله في الجنب. تمام، ومش هاجي اشيل من عند الخط ده خالص او جنبه، لا انا هاجي اوصل له بس، يعني دوبك حاجه بسيطه كده. انا وصلت للايه؟ للخط اللي انا عامله من الجنب، وعملت الايه؟ ادي اعمل سموثنج، المع بس. تمام يا جماعه، يبقى انا كده كلت وعملت خطوه، عملت الانحناءه او كيرف كده من الناحيه دي. هاجي من الناحيه التانيه واقوم شايل نفس المثلث، وبرده ما اجيش عند الخط. ادي هو نفس المثلث اشيله باي طريقه بقى، ممكن امشي من تحت لفوق كده لحد ما اوصل للخطوط. بصراحة خطوة سهلة جدا، ما فيهاش اي مشكلة يعني، بس هو ايه؟ تمام يا جماعة، ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان انا عملت كيرف من الناحية دي ناحية الميزيال، وكيرف من الناحية دي ناحية الديستال، يعني كده، وظهر عندي الليفيشن في الوسط اسمه الليبيا الريج. تمام يا جماعة، طبعا بالشراب بلمع ده كله، بس انا برضو شرابي بايظ، او شرابي يعني متاكل كده او متهتك. تمام يا جماعة، ظهر عندي الايه؟ ادي ده الايه؟ الليبيا الريج ظهر عندنا في الوسطى كده. انا خلصت خطوة الايه؟ الليبيا الريج. الخطوة اللي بعد كده اللي هي اللينجوال كونفرجنس. اللينجوال كونفرجنس بنعملها ازاي؟ فاكرين زي ما كنا بنعمل في الابر واللور؟ احنا نعمل نفس الايه؟ الفكرة عندنا بناخد ملي برضو من هنا من الناحية دي، ونحط ايه؟ نقطة. وملي من الناحية دي ونحط نقطة، وبعد كده بنطلع لحد الحتة في الجنب، محدش يطلع للقصب فوق، لا القصب تبقى فوق، لا ابدا، يا رب تكون واضحة. انا شايفين طالع فين؟ انا طلعت لحد الكونتاكت اريا بس، اما الحتة دي ملناش علاقة بيها خالص، لحد الكونتاكت اريا عملت خطين اهو ملي،
وبعد كده بنزل لحد الروت، ارسم روت جديد بس على بعد من الروت اللي هو الاصل اللي انا عامله ده بواحد ايه، بواحد ملي. عشان بس يكون واضح اللي انا عملته، تمام يا جماعه. زي ما قلت تاني من عند كريستوف كورفيتشر احط ملي واطلع لحد الكونتاكت ليا، نفس الموضوع كده. احس بقى ان الميزيال انا طلعت حته اكتر، ليه؟ لان الميزيال الاسلوب بتاعه قليل، اما الاسلوب بتاع الديستال عالي، تمام يا جماعه. بعد كده عندنا احنا الميد لاين هنا اهو، الميد لاين اوضحه بس، ادي هو الميد لاين واصل لحد الكازمتين. هيبقى فيه مثلث ما بين الكونتاكت اريا وما بين الايه، هشيل الايه بتاع دي لير باي لير، او ان انا هطلع من تحت لفوق بحيث ان اوصل للايه للخطوط. ادي هو هطلع من تحت لفوق، ادي هو بحيث اوصل للكونتاكت اريا عشان اعمل لينجوال كونفرجن. ايه لينجوال كونفرجنس؟ اللي هو الجزء اللينجوال ارفع او اصغر من الجزء الايه الليبي، عشان طبعا القرش احنا عارفين بيبقى منحني ناحيه ورا، فلازم الجزء اللي ورا يبقى اصغر من الجزء اللي قدامي، لان قدامي هو الايه واخد مساحه اكبر. نفس الفكره الناحيه الثانيه، ادي اهو طلع من تحت لفوق بحيث ان انا اوصل للخطوط. اول ما اوصل للخطوط خلاص اعملوا بجرأة يا جماعة في الكارفينج، يعني مسكوا الكارفر كويس وشدتوا ايدك عليه، وهيبقى بإذن الله هتعملوا أحلى شغل في الكارفينج. يا رب يعني اللي أنا بعمله ده يكون بيفيدكم أو بيساعدكم على الأقل إن أنتوا تحاولوا تعملوا كارفينج، إن في ناس كتير عندهم فعلا مشاكل فيه. اللينجوال كونفرجنس،